السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسرنا أن نروي لكم حكاية شيقة وجديدة، وقبل البدء نرجو منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والإعجاب. وعنوان حكايتنا اليوم: الثأر القديم. يلا بينا على الحكاية. موقف عربات الأجرة على ناصية شارع كمال بالعباسية إلى جانب المستشفى الضخم الجاثم في ظلمة الليل. فتح الرجل باب التاكسي وألقى بنفسه على المقعد الخلفي وهو يقول للسائق في غير اكتراث: مصر الجديدة من فضلك. العربة مظلمة من الداخل، وقد ضاق الراكب من الظلام وأوشك أن يطلب من السائق أن يضيء المصباح المعلق في سقف العربة، ولكنه لاحظ أن مكان المصباح ليس به لمبة، فصرف تفكيره عن الأمر ونظر إلى الطريق، ولم يعني حتى بالنظر إلى وجه السائق. ماذا يعنيه من النظر إليه؟ لكن السائق عرف الرجل منذ فتح باب العربة، ومنذ ألقى بنفسه في المقعد الخلفي، عرفه برغم ظلام الليل، وبالرغم من أنه لم يكن هناك مصباح مضيء إلى جانب موقف العربات حيث كان يقف بعربته، عرفه من أول وهلة، وكان ينتظر هذا اللقاء منذ 30 عاما مضت، ويعرف أنه لا بد سيلتقي به يوما، سيلتقي به في الطريق، سيلتقي به في الأتوبيس أو في عربة التاكسي كما فعل، قد يركب فيها كما يفعل غيره. لم ييأس ولم ينسى، كان واثقا أنه سيلتقي به، وقد أعد العدة لهذا اللقاء، فكان يحتفظ تحت مقعده أمام عجلة القيادة بقطعة سميكة من الحديد ليهشم بها رأسه ساعة اللقاء. لم تهدئ مرور السنين من الحقد الذي يغلي في صدره، بل زاده غليانا، وظل ينتظر ويترقب هذا اللقاء. والليلة يتحقق الأمل ويلتقي فجأة بالرجل الذي انتظره وترقبه طوال تلك السنين. كانت السيارة قد تحركت من مكانها وانطلقت، وخشي السائق أن يعرفه الراكب، ولكن تعاقب الأعوام وحياته الشقية قد غيرت ملامحه، كما أن ظلام العربة كان يخفي وجهه عن عيني الراكب، وتلاعبت على شفته بسمة مريرة. آن له أخيرا أن ينتقم من عدوه وأن يطفئ بعض اللهيب المتقد في صدره. ها هو ذا الحظ يبتسم له الليلة، فقد جاء القاتل بقدميه إلى حتفه، وخدمه الحظ أيضا خدمة لم يكن يحلم بها قط، فقد طلب منه القاتل أن يذهب به إلى مصر الجديدة، وهناك الصحراء والأماكن النائية التي ليس بها إنسان، والآن سوف يمضي به إلى مكان مظلم خال من الناس، وسيوقف العربة ويحمله في يده بقطعة الحديد وسينهال بها على رأسه حتى يهشمه، سينتقم لنفسه ولحياته التي ضاعت سدى، سيمحو العار الذي لحقه منذ قضى هذا الرجل على أبيه. أخيرا وقع الفأر في المصيدة، لقد ظن أنهما لن يلتقيا، ولكن اليوم الذي التقيا فيه وأحس بالنيران المشتعلة في صدره تتأدج وتلفح وجهه مثل اللهيب المتقد، كان أشبه بالمحموم. تسللت أعوام حياته رتيبة وغاصت في ظلام الماضي وهو يجتر حقده ويعيش عليه، ولكن هل عفى مرور الأعوام عن رغبته في الانتقام؟ كلا وألف كلا، كانت الرغبة تحتدم في صدره، وكان قلبه كالمرجل لا يكف عن الغليان. عاش أعواما طويلة يجتاحه فيها إحساس عميق بالعار لأنه لم ينتقم من قاتل أبيه، والآن سيتلاشى وشيكا هذا الإحساس ويرتاح ويعود إلى قريته رافعا رأسه في كبرياء، فقد غسل العار بالدماء، يعود إلى القرية التي لم يرحمه الحنين إليها
منذ غادرها، والتي شهدت طفولته وصباه وشبابه، وطرأت القرية أمام عينيه ببيوتها المنخفضة وحياته الهادئة، وبدت أمام عينه المزارع الفسيحة الخضراء وصور طفولته وصباه وهو يمضي بين تلك الحقول يحمل الطعام إلى أبيه وهو يعمل في الحقل. وكم سعد بحنان هذا الأب ورعايته. ثم كانت الفاجعة الأليمة عندما قتله الرجل الجالس في الخلف، ثم فر كما يفر اللص. أخيرا آن أوان الانتقام، وسيقتله حتى ولو كان الشارع مزدحما بالناس، ثم يقدم نفسه راضيا إلى البوليس. السيارة تمضي مسرعة، والبيوت تمر به كالأطياف، والأضواء تختلط في بصره. يقف في إشارة المرور بلا وعي، ثم ينطلق أيضا بلا وعي. وكان الجو صائفا، وأصوات الناس وضحكاتهم تتعالى في الطرقات وتصل إليه خافتة، وكأنها تصل إليه في حلم. إنهم أناس سعداء يعيشون حياتهم يتمتعون بها، أما هو فقد خسر حياته وعاش شبابه كله في انتظار هذا اللقاء. هذا اللقاء كان أمله الوحيد الذي عاش من أجله. وأخيرا التقيت بك بعد أن ظللت أحلم بلقائك طوال 30 عاما. يا من جعلتني أعيش مشردا في البلاد طيلة تلك السنوات، يا من جعلت أمي أرملة وجعلتني يتيما، ووقعت حكما بالإعدام على حياتي السعيدة في ظل أسرتي. ها هو أبي الطيب العطوف يمضي إلى حقله كعادته. خرج من البيت باسما ثم لم يعد إليه، ثم عثرنا عليه مقتولا في حقله. وها هم أولاء رجال الأمن يحضرون إلى الحقل ويجتمعون حول القتيل ويحققون ويسألون هذا ويسألون ذاك، ولكنهم لا يعثرون على القاتل، وإن كان كثير من سكان القرية يعرفونه جيدا، ولكن لم يجرؤ أحدهم على الوشاية به خوفا من بطشه وانتقامه، فقد كان رجلا ثريا مرهوب الجانب. وكان بينه وبين أبي نزاع على قطعة أرض يريد شراءها منه ليضمها إلى أرضه الواسعة، وكنت أعرف أنه القاتل، وقلت لأمي ذلك، وحدثتها أنني سأذكر ذلك للمحققين، ولكن أمي نظرت إلي في غضب شديد وقالت في احتقار: هل جننت لتفعل ذلك؟ أنت أكبر إخوتك، ولا بد أن تنتقم من القاتل بنفسك. هل أنت جبان تترك الحكومة تأخذ بثأرك؟ لا بد أن تنتقم منه بيدك حتى لا تجلب علينا العار. فإذا كنت جبانا فسأقتله أنا بيدي، وسأشرب من دمه حتى أطفئ النار التي في صدري، ولا أترك الحكومة تأخذ بثأرنا. وما زالت كلماتها ترن في أذني كأنني سمعتها بالأمس القريب. وقررنا ألا نقيم له مأتما، ولا تصرخ أمي ولم تبكي حتى تأخذ بثأره. لم نقف لنتقبل العزاء فيه، وقد أجلنا هذا إلى حين، إلى حين ننتقم من قاتله. وهي عشرات العيون تحملق فيا وتنظر إلي في سخرية، وهي ذي عشرات الأفواه تهمس في أذني بأن أنتقم من القاتل، وهي ذي أمي تحدثني في الليل وفي النهار بأنها لن تستريح ولن تبرد نارها حتى تسيل دماء القاتل كما سالت دماء أبي الطاهرة، وها هي ذي النار تتأجج والرغبة في الانتقام تدفعني لأترك القرية وأدخل في إثر هذا القاتل، وها أنا ذا أنتقل من بلدة إلى أخرى باحثا منقبا عن عدوي بلا جدوى، ثم ها أنا ذا أستقر أخيرا في القاهرة وأنتقل من عمل إلى آخر وأتطلع هنا وهناك باحثا عنه، وها أنا ذا أرسل الرسائل إلى أمي وإخوتي مؤكدا لهم أنني سأنفذ العهد ولن أعود إليهم حتى أغسل العار بالدم. وعشت في انتظار هذا اللقاء. هذا اللقاء كان أملي الوحيد الذي عشت من أجله.
السيارة تطوي الطريق في سرعة خاطفة صوب مصر الجديدة، وسمع الراكب يقول له: لماذا تسرع هكذا؟ أنا لست متعجلا. وخشي أن يرد عليه فيعرفه من صوته، فاكتفى بأن هدأ من سرعة السيارة وحنى رأسه علامة أنه سمع، لكن أعصابه المشدودة جعلته يضغط على البنزين بالرغم عنه، فتعود السيارة مرة أخرى إلى سرعتها. وهز الراكب رأسه كأنه يئس من تنبيه السائق إلى التأني، وعاد الراكب يقول: ميدان النزهة أول شارع على اليمين. وكان ذهن السائق يعمل في سرعة وأفكاره تتلاحق، سينحرف في طريق هادئ مظلم وكأنه يمضي في طريقه دون أن يحس الراكب أنه غير طريقه. كان يعرف شوارع مصر الجديدة جيدا، وكثير من طرقاتها هادئ حتى أنه يستطيع أن يفرغ مما عقد عليه العزم دون أن يحس به إنسان. وستكون المفاجأة قوية على الراكب، وستكون ضربته هو الأقوى من المفاجأة فتقضي عليه فورا، فلا يقوى على أن يطلق صرخة، وإذا أطلق فستكون مكتومة خافتة ولن يسمعها أحد. سينحرف في طريق هادئ وسيوقف العربة وكأن عطلا قد حدث بها، ثم يغادر مكانه وبيده قطعة الحديد، وفي سرعة كلمح البصر يفتح باب العربة الخلفي ثم يهوي بها على رأسه ويكرر الضرب، ثم يجذب الجثة ويلقي بها على الأرض وينطلق بالعربة إلى حيث يذهب بعيدا ليمحو كل أثر قد يتخلف عن الجريمة، ثم يعاود حياته هادئا مطمئنا وقد انتقم من قاتل أبيه، وأطفأ النار المتقدة في صدره ورد اعتبار أسرته. رسم السائق في ذهنه كل حركة سيقوم بها ودرسها في دقة وعناية، وكان قد خرج بالسيارة من الشوارع المضيئة وانطلق في شارع خافت الضوء، وغير بعيد بدت له أرض خلاء عند نهاية المنازل. سينحرف بعد هذه الأرض الخلاء وسينطلق في الطريق بعيدا عن العمران، وحينئذ سيوقف العربة ويجهز على الرجل ومال بالعربة المنطلقة بأقصى سرعتها، فأحدث صوتا مزعجا بدد سكون الليل، صوت احتكاك كاوتش العربة بأسفلت الطريق. وفجأة رأى سيارة مسرعة صوبه، فحاول أن يتفادى منها فانحرف صوب الرصيف، فاصطدمت السيارة بشجرة صدمة عنيفة مروعة، ونفذت عجلة القيادة إلى صدره فقضت عليه في الحال. أما الراكب في المقعد الخلفي فقد فتح الباب على مهل وخرج يترنح من العربة وهو لا يصدق بالنجاة. انتهت الحكاية، وانتظرونا في الحكاية الجاية.